سيد جاي، الرسالة اللي زتوها على شباك غرفتي مبارح بالليل مكتوب فيها الغرفة رقم 603، ويمكن تكون سيد جاي. المرة المحجبة اللي عطتني الرسالة القديمة كمان ذكرت رقم هاي الغرفة، إلا ما نلاقي شي دليل يفيدنا هون. ماشي، خلينا نشوف. باني، الغرفة فاضية على آخر وما فيها شي. شو اللي اتفقنا عليه نحنا؟ إذا اليوم ما لقينا شي جوات هالغرفة ما رح نرجع نفتح هالقصة مرة تانية. يلا خلينا نروح. باني، هذا شغل الشرطة، تركيهم يشوفوا شغلهم. ليش عم تعذبي حالك معهم؟ باني انتي لازم ترتاحي هالفترة. يلا خلينا نروح على البيت. يلا امشي. يلا. يلا. سيد جاي، طلع عينيك، هي هي المرأة. باني، شو عم يصير معك انتي؟ شو علاقة هي المرأة بالشي اللي انا وانتي عم ندور عليه اليوم؟ طيب قلي انتي، ليش ما عم تصدقني؟ كيف بدك ياني صدقك باني؟ انتي طول الوقت عم تحكي حكي فاضي، امتى رح نخلص من هالقصة؟ باني انا اسف، عن جد اسف، اسمعيني لو سمحتي، انا ما كان، انا عن جد اسف، ما كان قصدي اقول هيك. طولي بالك شوي هلا وخلينا نروح على البيت، الوقت صار متاخر كتير، بعدين الكل بيكونوا عم يستنونا. انا اسف كتير باني. يلا باني امشي على البيت. انا حكيت مع الكل، لا تاكل سيدي، وصلتنا تقارير البصمات. طول بالك، خلص انا برجع بحكي معك، مو مشكله مو مشكله. اللي شوفي سيدي، وصلونا تقارير البصمات من شوي، تفضل اطلع عليهم بنفسك. منيح. سينك، حاضر، بدي اياك بسرعه تطابق لي هالبصمات مع البصمات الحقيقيه للمدام والي. طبعا تابع هالموضوع انت. وهلا انت بعت باتيل لعنده، خليهم يجيبوا لي بصماته باي طريقه، واول ما يصيروا عندك بتقارنهم سوا. يلا طيب.